من القضايا المهمه قبل ما هنناقش هذه القضيه من خلال ضيوفنا في الاستوديو، ايضا في قضيه مهمه تتعلق بالزواج الثاني. اللي اثار هذه القضيه ايه؟ قضيه قتل. زوجه قتلت جوزها وقطعته اشلاء على طريقه فيلم المراه والسطور. الزوجه اسمها سماح بكتور، عندها 29 سنه وقتلت جوزها. هنا القضية الناس بيشوفوا ايه الدوافع الاجتماعية، ما الذي دفع سماح لقتل زوجها؟ سماح هي ضحية من ضحايا قضية الطلاق وتصريح الزواج الثاني، اللي هي القضية اللي الكنيسة بتعترض عليها بشدة. الكنيسة بتقول انه وفقا للإنجيل لا يمكن انهم يسمحوا بالطلاق الا لعلة الزنا، وما فيش تصريح للزواج الثاني. منذ أيام قليلة حينما قتلت سماح زوجها أعاد أصحاب قضية الزواج الثاني القضية للوجود، ونظموا مظاهرة منذ أيام وأصدروا بيانا، يعني قالوا فيه أنه الحادثة الأخيرة التي اتهمت فيها المرشدة السياحية سماح بكتور 29 عاما بقتل زوجها والتمثيل بجثته على طريقة فيلم المرأة والسطور، يعني بمثابة الضوء الكاشف الذي تم تسليطه على بوادر كارثة إنسانية وأخلاقية قد تتحول إلى ظاهرة إذا لم يتم التعامل بحكمة ووضع حلول جذرية لها من قبل قيادات الكنيسة القبطية، وتحت عنوان لا للطلاق بالعار ولا للعار بالطلاق. طبعا لا للطلاق بالعار، لانه الطلاق لما يبقى لعلة الزنا فهو طلاق بالعار، ولا للعار يعني هنا بمعنى انه كمان انه عدم الطلاق هيؤدي الى انه زي ما بيقولوا في بيانهم كل واحد هيعيش حياته، وهيؤدي الى التفسخ الاجتماعي وتشرد الاطفال والى الجريمه زي ما شاهدنا. لماذا اعادوا القضيه من جديد؟ استاذ فادي كريم هو ناشط ينشط في هذه القضية خصيصا. أستاذ فادي أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل. أستاذ فادي، يعني قضية قتل عادية، زوجة قتلت زوجها وقطعته أشلاء، يعني لماذا تثيرون القضية من زاوية اجتماعية وتقولوا أنه شوفوا بقى قيادات الكنيسة بتعمل إيه، لأنها ترفض الطلاق إلا لعلة الزنا، لأنه سماح المتهمة بالقتل كانت تطلب الطلاق من زوجها، ولكن لأن الكنيسة لا تسمح فلم تجد مفرا من قتله وتقطيعه أشلاء. لماذا أثرتم القضية من جديد بعد قضية القتل؟ أصابع الاتهام تشير إلى تعسف والاستبداد الممارس من قبل المؤسسة الدينية كمحرض رئيسي للجريمة. لما الحياة تبقى عبارة عن كابوس ملهوش أي مخرج، فدي هتكون النتيجة الطبيعية. إذا كنا نتمتع بقانون إنساني يحترم الآدمية، شأننا شأن ما هو مطبق في العالم كله، في العالم كله هناك فصل ما بين اللوائح الكنسية والقوانين المدنية. ليس من حق أحد، وبكرر ليس من حق أحد، فرض الوصايا باسم الدين. أنت تعتدي على حقوق المدنية. نحن بنطالب بسن قانون مدني للجواز والطلاق في المسيح للمسيحيين. خليني قبل ما اقول بالطالب بايه، انا عايز بس يعني اقول للمشاهد انه ليه بتحول قضيه قتل عاديه، يعني انا عايز بس اقول لي تفاصيل قضيه سماح التي قتلت زوجها. هي مرشده سياحيه كانت تطلب الطلاق لكن الكنيسه بترفض الا لعله الزنا. الكنيسه تعيد الزواج وليس ترفض التطليق، الطلاق يتم في المحكمه. وبناء على تعديل لائحه 38 الذي تم سنه 2008، فلا طلاق الا لعله الزنا او تغيير الدين او المله. فبالتالي الباب موصل تماما، لان اتفقت الطوائف على منع تغيير الملل في مخالفة صريحة لحق المواطن الدستوري بحرية العقيدة على منعه من تغيير الملة بغير الطلاق. طب أنا بس سؤالي، لماذا نظمتم مظاهرة من أجل سماح المتهمة بقتل زوجها
وضمنتم بيانكم قصتها بالكامل. تاريخ من المعاناة الإنسانية لدى المتضررين، تاريخ من وقت تعديل اللائحة. من وقت تعديل اللائحة مفيش تغيير. مآسي معاناة فوق الوصف، فبالتالي لازم الموضوع ده يكون له كله نهاية. كما ان الزواج والطلاق والاتصال هو تفاعل انساني، فكذلك النفور والانفصال هو تفاعل انساني. بالتالي فانت عندك انسداد في قناة انسانية. طيب انت بالتالي لازم هيحصل النوعيات دي. وبالمناسبة دي مش اول جريمة قتل تحصل. قبل من حوالي 4 شهور برضو كان في جريمة تانية، وقبلها كان في جريمة إيرين، كلها بسبب مشاكل الطلاق وتصريح الزواج الثاني. شخصية. تمام. القدام المتضرر حاجة من 3 حلول: إما إشهار الإسلام ويعمل مشاكل فتنة طائفية زي كاميليا وزي عبير واللي حصل فيهم، الوطن كله يولع ويدفع الثمن، أو إن هو يهاجر، أو إن هو يكون في النهاية إن هو يخلص من الكابوس والجحيم اللي هو عايش. يعني مش هنقول يخلص بقى، مش هنحض الناس على القتل. لا يا فندم، ده مش تحريض على القتل، ده واقع للأسف إحنا عايشينه نتيجة المعاناة. يعني مش هقول للزوجة إذا الكنيسة لا تسمح فاقتلي زوجك، وللزوج إذا الكنيسة لا تسمح. لا طبعًا استحالة، إحنا هنحرض على كده. ولكن زوجتك يعني. لا طيب. لا استحالة طبعًا إحنا هنحرض، لكن دي نتيجة هتكون طبيعية لإجبار شخصين لمعاشرة بعضهم بالإكراه. طيب أنتوا يعني أثرتم القضية أيضا بعد وفاة البابا شنودة، وقلتوا في بيانكم أنكم تأملون في الرجوع والعودة إلى المواقف الدينية قبل البابا شنودة، وأنه يعني فيه أنتوا حتى اللائحة 38، يعني وكأنه العقبة كان هو أعتقد أنه هو العقبة. البابا شنودة كان يطبق قناعته وتفسير الإنجيل الكتاب النص المقدس وقناعته. لا طلاق إلا لعلة الزنا. طيب. الحل المتبع في جميع دول العالم هو فصل القناعة الدينية واللوائح الكنسية عن القوانين المدنية. طيب وانتوا عاملين ده في بيانكم، انه يعني حتى كمان بتحملوا النظام السابق المسؤوليه، لانه يعني انتوا بتقولوا انه كان يجب انه الدوله والقوانين هي التي تعتمد، خاصه انه المحكمه كانت طلبت الكنيسه بانها تعطي تصريح الزواج الثاني، لكن يعني النظام كان ابتدع حيله ورفض تنفيذ هذا القرار. اللي انا عايز اساله بقى في النهاية، النقطة هنا اللي عايز اوضحها يا استاذ وائل، في حاجة أطلع. ان النهاردة واحد حاصل على حكم طلاق رغم صعوبته الشديدة، انت مالكش الحق، ما تقدرش بأي حق تمنعه من الجواز، لا افتح له الجواز المدني. انت ليك الحق انك انت ما تتممش مراسم جوازه الكنسي او الشرق الديني عندك وفق قناتك، ما حدش هيجبرك على كده، لكن ما تفتحوش باب الجواز المدني. طيب استاذ رفيق فاروق امين رابطة اقباط 38 واقباط 38، لانهم يريدون العودة الى لائحة 38، وهي اللائحة يعني كانت شوية بتدي فرصا اكبر للطلاق، يعني زي لو استحلت العشرة المشاكل النفسية تعمقت. استاذ وفيق اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وفيق. استاذ وفيق ايضا، لماذا انطلقتم من قضية المرشدة السياحية سماح التي قتلت زوجها منذ ايام قليلة وقطعته اشلاء على طريقة فيلم المرأة والسطور، عشان تقولوا انه يعني وكأنه كلنا هنقتل ازواجنا او زوجاتنا اذا لم تلتفت الكنيسة لمطالبنا الخاصة بتعقيدات الطلاق وتصريح الزواج الثاني؟ هو استاذ وائل المشكلة احنا ما توقفناش الفترة اللي فاتت، احنا مستمرين، بس طبعا كانت الاحداث اللي فيها البلد والظروف الصحية للبابا كان يعني نوعا ما كنا يعني بنتحرك بهدوء شوية. قضية المرشدة السياحية دي قضية متكررة مش أول مرة تحصل زي ما قال أستاذ فادي من شوية، ودي تتلم عن إن نتيجة عدم وجود مخرج للطلاق المشرف في المحاكم الناس بتلجأ لهذه الصورة. يا إما الناس بتقتل في بعضها، وده ده زي اللي واضح في اللي حصل في أحداث المنيا،
يا اما في ناس بتغير الدين او يعني بتحاول تترك المله، ده ما سمعنا برضه عن الاستقالات من المله لاجل الحصول على الصلاه بطريقه مشرفه. الفتره اللي فاتت احنا عملنا ندوه او مؤتمر صغير كده على قدنا اسمه سميناه لا للطلاق بالعار ولا للعار بلا طلاق، لسبب واضح جدا. الطلاق بالعار لانه لابد النهارده عشان اي شخص مسيحي يطلق مراته او مراته فتمكن من الحصول على الطلاق لازم تشهر بالطرف، يشهر بالطرف الثاني عله الزنا، يعني لازم تثبت وقعه الزنا يعني. بالظبط، واثبات وقعه الزنا والعار بلا طلاق. يعني انت عاوز تقول انه لو ما فيش طلاق فكل واحد فيهم هيعيش حياته وبالتالي هيبقى في عار؟ لا لا لا، مش قصدي كده يا استاذ وائل. امال قصدك ايه؟ قصدي ان في ناس دخلت الكنيسه بتشتكي من الزنا من الطرف الاخر وتمكنت، ودول على فكره معظم اباط 38 تمكنوا من اثبات الزنا على الطرف الثاني جوه الكنيسه، فالكنيسه قالت لهم روحوا هاتوا حكم المدني تعالوا خدوا تصاريح واتجوزوا تاني. الناس دي لما لجأت للمحاكم بكل الاثباتات المتاحه اللي في ايديهم ما قدروش يثبتوا الزنا في المحاكم، اصبحت الناس دي معلقه. يعني انا هحكي لحضرتك على واقعه صغيره جدا لشخص. هذا الشخص تمكن من اثبات الخيانه الزوجيه لمراته جوه الكنيسه، وبعد كده راح رفع قضيه طلاق على مراته لعله الزنا. الاسباب او الدلائل اللي كانت معاه قدام المحكمه ما كانتش كافيه، فالقاضي رفض القضيه. الزوجه رجعت على زوجها ووجد عليه احكام نفع متجمد نفع 40,000 جنيه، ما بيقدرش يشوف بنته. يعني هذا الشخص حياته الاجتماعيه دمرت تماما لانه عايش في عار ومش عارف يطلق، لان الزوجه خاينه بس مش عارف يطلق. وهم دول اللي احنا بننادي بلائحة 38 عشان فيها 9 اسباب للطلاق، اعتقد انهم معظمهم مشرفين جدا انه يتم الطلاق بدون تشهير. وفي نفس الوقت طيب. الكنيسه لها ان بعد ما الشخص يتحصل على حكم بالطلاق ويتقدم الكنيسه يطلب تصريح جواز ليها انها توافق او ما توافقش. يعني احنا بنطالب بهذه اللائحه انها ترجع دون قيد او شرط على الكنيسه انها تلتزم بها. طيب يعني استاذ وفيق، وايضا لماذا استندت تحديدا؟ يعني احنا ما استندناش للمرشده السياحيه سماح تحديدا، لكن احنا حضرتك زي ما بقول لحضرتك من الاول احنا يعني كنا هادين شويه للظروف الصحيه اللي كان بيمر بيها قضاه بابا شنوده وكان احوال البلد، لكن احنا في توجهات كتير جدا. يعني احنا بنحاول نسعى ان احنا نعرض قضيتنا على مجلس الشعب، بنحاول نسعى ان كل قناه شرعيه تسمع لنا وتحس بينا، هنحاول نوصل صوتنا، لان للاسف احنا حاولنا مرارا وتكرارا ان احنا نوصل طيب. للكنيسه ان المشكله دي عندنا، احنا معانا تصاريح من عندكم من جوه الكنيسه مش عارفين نطلق مدني. طيب استاذ غفور، انا عفوا اذا كنت قطعتك، في ناس معانا عندهم اولاد ما ينفعش ابدا انه يطلع حد من الطرفين الاب او الام لولاه المحاكم عشان يحصل على الطلاق، لان ده هيأثر اجتماعيا على الاطفال. الموضوع صعب جدا يا استاذ وائل، مش قصه. طيب لكن انا اعتقد انه يعني ليس البابا شنوده هو العقبه، بمعنى انه يعني انتم تعتقدون انه بوفاه البابا شنوده يمكن اثاره القضيه من جديد بشكل يخدمكم، لانه حتى كل المحيطين بالبابا شنوده كانوا يؤكدون انه تعاليم الانجيل تمنح الطلاق الا لعله الزنا، تمنع الطلاق الا لعله الزنا، وتمنع ايضا قضيه اصدار تصاريح الزواج الثاني، وبالتالي المشكله هتظل مستمره. استاذ وائل، البابا شنوده او الكنيسه داخلها في حاجه اسمها مجلس اكليريكي، يعني محكمه كنسيه. من حق المحكمه الكنسيه كل فرد بيتقدم لها انها توافق له بالجواز او تمنعه. طيب. يعني انا لما بروح افتح ملف جوه الكنيسه انا ما بطلبش طلاق، انا بطلب من الكنيسه تصريح بالزواج الثاني. طيب استاذ رفيق الف شكر، استاذ فادي الف شكر. سماح بكتور 29 سنه، قتلت زوجها عادل وهبه 40 سنه، قطعته اشلاء على طريقه فيلم المراه والسطور، قضيه يعني منظورة الآن في المحاكم لأنها قتلته منذ أيام قليلة. كل ضحايا قضية التصريح الزواج الثاني أو الطلاق في المسيحية أثاروا قضيتها كمدخل، لأنه يعني هذه المشكلة المعقدة
أن قيادات الكنيسة لا تتدخل لحلها. النتيجة إيه؟ النتيجة أنه سيزداد التفسخ الاجتماعي، تشرد الأطفال، أيضا معدلات الجريمة. وانطلقوا من قضية قتل سماح لزوجها، إنها لم تجد حلا، يعني لم تجد حلا في النهاية. لكن هذه ليست دعوة للأزواج من ضحايا هذه القضية إنهم يقتلوا زوجاتهم، أو العكس الزوجة تقتل زوجها، لأنه في النهاية سماح لو ثبت عليها القتل هي متهمة وما زالت متهمة، يعني هيحكم عليها بالإعدام. ليس حلا اللجوء لهذا الأسلوب، لكنه يمكن أنه يسلط الضوء على الجوانب الاجتماعية المتعلقة بهذه القضية، خاصة أن لديهم بعض الأسانيد والمبررات والحجج القوية اللي بتؤكد مطالبهم، ولكنهم سيصطدمون بتعاليم الإنجيل زي ما كان البابا شنودة بيقول وكل المحيطين به. القضية أعتقد أنها يعني لن تكون سهلة بعد وفاة البابا شنودة كما يتخيل ضحايا هذه القضية. القضية ربما تكون أعقد.